لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. والله الحجة كان يحجون على دواب يحجون على دواب وكان يعني من شوال من شهر شوال اللي هم يعني الذي يبغى يحج فهم يتعبون وإن شاء الله أنهم يعني مأجورين أجر كبير. فلان ابن فلان وده يحج البيرق يحطونهن معهم ويا رجل ادخلوا مع عالمهم. فلان وده يحج تراني معكم ترى ما يتحوشوا لهم تحوش الغزو قبل يوم تأخذوا لهم مدن 50-60 كلهم على الجيش ولا يجون غير عقب 3 أشهر. أنا قد حجت هالركايب كم تقعدون من يوم؟ عادنا مشينا ب15 من القاعدة ووصلنا مكة نهار سابق وش ايه بغلى مشيكم في الليل ولا في النهار؟ مشينا لا بالنهار معكم دلولة معكم؟ ايه معنا دليل. المطوفين كان الحاج ينزل في جدة يسألوا مطوفك مين انت؟ الوكيل حقك ارفض لك بالسيارة يرسل لك برقية طلع لكم في الباخرة الفلانية 100 نفر 50 نفر 60 نفر إذا جاءوا المشايخ الجاوة هنود مطوف الهنود. المطوفين كانوا كل حاج يجي عند المطوف والمطوف يخدمه حتى كمال الإبريق حق الطهارة كرمك الله يقدم له هو. والله بالنسبة هو أساسا يعني على المطوفين يأكلوهم ويشربوهم وهذا بس في أحياء مكة وفي الناس اللي يبغوا يكسبوا الأجر والثواب هذا بعضهم تلاقيه ينزل جوالين الزمزم وبعضهم عصيرات وبعضهم أكل بيكرم الحاج ويأكلوا ويشربوا وبعضهم يعني يتعرف يحاول أنه يتقرب من الحجاج وإذا هذا يكرموا في بيته ويأكلوا ويشربوا ويمكن يستغني كمان عن المطوف حقه ويقعد عند أهل سكان مكة. يعني بالبواب السنابيك ينزلوا الحجاج بالقوارب والسنابيك يروحوا للباخرة وينقلوهم إلى جدة لأنه الشعاب والمينة صعب هنا في جدة مو كل باخرة كانت تقدر تجي يعني عملية توسعة المواني هذه وعمل مواني جدة وإنها تدخل الباخرة جدة عملية بذلت فيها الدولة شيء كثير حتى استطاعت أن تنقلها هذه المواني لكن إحنا كنا نركب السنبوك ونروح بالسنبوك إلى الباخرة ونطلع للباخرة حتى نسافر إذا جو هنيه لا والله العربان اللي زغرت واللي يطخ واللي يذبح بعير واللي يذبح شاح على النزل متهجم على النزل متهجم من هالمسافة احتفالات من جاء سوى احتفالات لبيك الله